كنت بسألك يا شيخ، كنت أنا تأجير سيارة بعد الإيجار، تمويل المنتهي بالإيجار، المنتهي بالتملك. في الأول كنت في الأول كنت فاكره حلال، بس بعد كده سمعت إن هو حرام يعني. أيوه صح. هل الوقت المفروض أعمل إيه يعني؟ خلاص، ما دمت بدأت فيه جاهلا وقطعت شوطا والفلوس ستضيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.